قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. عابثون في السياسة وكل يوم على رأي، تتقاذفهم الأمواج، اليوم نحن مع وغدا ضد. قلق البارحة من تزايد عدد المهجرين السوريين وتفضيل الحل السياسي على الحل العسكري لم يظهر اليوم في الجو العام للمنتدى. فقدوم رئيس الكيان الصهيوني وعلى ما يبدو قد غير اتجاه السهم. المنتدى الاقتصادي العالمي يقام بحضور شيمون بيريز والسنيورة وجون ماكين وعدد آخر ممن يتعاطون السياسة. أما شيمون بيريز فلا عتب على من اعتاد العرب على لدغته، وأما ماكين فأوجب تقديم السلاح للعصابات الإرهابية في سوريا وفرض منطقة حظر جوي ويدعي لمصلحة الشعب السوري. وأما السنيورة فتعامى عن كل ما يحصل في بلاده من عنف وإرهاب وقتل ودمار ليدين دعم حزب الله للنظام السوري، ومهاجما حديث قائد المقاومة ومتهما إياه بإدخال لبنان في أتون حرب أهلية، متعاميا عن كل ما تحدث به قائد المقاومة حسن نصر الله عن أمله في إنهاء حالة العنف في لبنان وتحييد لبنان عن أي صراع. اتخذ حزب الله منذ العام 2000 وأكثر فأكثر ولا سيما خلال هذه الأشهر الماضية دورا يتكشف بأنه حزب هو يمثل ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية تعمل في لبنان ومن لبنان، وبالتالي خلافا لكل الادعاءات التي حاول حزب الله أن ينشرها بين اللبنانيين بأنه حزب مقاوم، نجد أنه اتخذ لنفسه صفة مختلفة. إذا كان حزب الله ليس مقاومة، فمن هزم إسرائيل في عام 2000 و2006 ومن ذل جيش الكيان الغاصب؟ فهات برهانك فيما تحدثت لو كنت صادقا. اختاروا المكان والزمان واختاروا كلامهم، ليختاروا ما اختاروه فللشعب العربي في سوريا خياره وقد اختار. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون.